خلاص يلا يلا هذا اول مشاه روح خلص امورك ومرنا من نيا. يا سلام. هل جيب جاهز ولا المقناص مشتاقي مشتاقي وقت القناص متى يذيعونا. هل جيب جاهز ولا المقناص مشتاقي مشتاقي وقت القناص متى يذيعونا. الله مثلا متى نشلها في فن فود يا ولد يا الله. اعوذ بالله. بشر بقى ثقيله تو ما طاح. والله اللون طيب بس ما طاح بعد. يبقى بلاتي الخضر سم تاخذ لفه لا طلعت على طول ولا بالتكي ترى. والله شوف الهل اني واصلا نقصاي هذا اسبوع كذا تبى تسجل امشيهم عبد الرحمن اخذك حطانيه طال عمرك ثم اسجبها وديها حد رفيده وديها الجنوب وديها الشرق سير بالين يستاهل. وبعد عبد الرحمن اخذ وديها الديره وسير ورا امطار وتمشى بعدين يجي دوركم انتم. يا ويلكم. طيب وانت يا وشو امورك بعد والله بروح لاهلي على طول اول ما تطلع منه اكيد انت من هالرياض اي حب العشر دقائق هو فهد انطيري ما شاء الله عليه احسنت اكون قصير. لا 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 اسمع يا ابراهيم اسام انا بالنسبه لي بعد ما خلص من البرنامج بتكلم اسمع صادق اسبوعين اسبوع اسبوعين اسبوع اسبوع اهلك طيب اسمع لا لا على تواصل معه اسمع على تواصل معه التليفونات موجوده ولا مو زينه الله حلو حلو بعدين لا جلسنا نتمشينا مع الشباب اللي هنا ومن الشرقيه الرياض هنا واللي حول الرياض. بس تبوك نرجع نتمشى في تبوك وين تجوني انت ما ادري نجيك في البدايه ولا نتاخر. شايف انا بجيك حياكم الله بيوم الى جاء موسم ثلوج جيتك. اوه احنا بنطلع قبل اي قبل الثلوج دوب جت يا رجال شهر 5 شهر 6 يمكن تاخر السنه هذه يمكن تاخر لان الشتاء بدا خلاص نخلي اجي الوقت اخر شيء اول ما تيجي حلوه التوقعات بس ارسل لنا ابمر ابو لافي ابمر فهد ثم ابمر ابو لافي ثم نروح تبوك مرحبا بك ملايين مرحبا ملايين انا فهد راح والبعض بين 160 لازم امر سلطان في جيزان انا بالنسبه لي تروبه اوه يمكن احتمال بعد ما تعرفت على فهد في البرنامج هذا يمكن كل صفيه والله مرحبا ومسحبا كل صفيه كل صفيه رجعت انا واحد من اخوياي بقمي وكل ما يقول لي انا المشكله يا رجل جامعه دبشتني في تبوك تدبيسني سلام دم غزاله سامع عني فش اسمه فاظل في تبوك ما اطلع ولا اجي ولا اروح الورقه شوي بس لكن الحين خلصت الحين خلصت من الجامعه ولك اموري زينه ولك رفيق بتروبة ولي رفيق بتروبة شروه بس سعد ونعم والله فيه والله لو ما عندي البرنامج تصندقيت الشاهي ابو لافي تصندقيت خط تبوك الله اكبر قاسم بلا بفوزات احسب لك الحبه حبه السكر احسبها لك بعدين لا تحسب اسمع فاخر من الاخر يا حق كلمه حمد السالم والله لازم نروح لياك كل واحد مكانه والله نواصل انا شوف يا ابو هذا تروبه اللي كان قلت فيها اسبوع والله مرحبا ما اسبوع ونص انا بطوف فيها والله مرحبا وين في تروبه عجل ما تندم اي والله عندي سهم المنايا اقول شوف انتم اذا بتروحون للجنوب مثلا الوليد وفهد وهنا خلص هم مروني في تروبه هم خذوا عندي فتره هم نطلع ورانا على الجنوب حلو نمر نايف بيشه وين تشطفوني نمر نايف هم انت قريب انا على طريق الجنوب ترى انت شفنا تقاوى عندك العصر العصر شفنا تقاوى عندك وتقاوى عندي ما في مسافه تدري مع خيالة الشلاوي الله مع ميسان منه الجنوب ميسان هنا طريق البحر ها امشي العزبه والامور كذا العزبه يا اخي والله نستانس يا ولد قاعد يوم جيت اسوي المبادره استاذنت من الاداره وسويت المقطع حق المبادره والله رجيك يا اني نفسي عندي بغت تضيع يا مرحبا هلا هلا يا مرحبا ومسهلا بجيني بجيني انا بجيني بقابل 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 تعال ابو حسن تعال تعال ابو لافي كرسي ورده بيالك شاهي
قلت خلطت المشاعر يوم شفت المقاطع. لحظة لا لا خل لكن خلني اعذرنا يا ابو حسن، انا جاي من البيالات من النفود على طول. لا هذه نظيفة ها. دقيقة وأذن ها. أنا. هم قالوا لي أذن بس أنا ما أنا قادر أسحب النفس. وصله. شكرا. دم غزالة يا أبو حسن. يقول أنا أحط السكر بالحبة، قلت له عاد تحط بالحبة. مجنون. صح. ما أنصح يحط بالحبة. أتاتل. والله من الآخر. صلانج. بس السكر. وش زايد السكر يعني؟ لا لا انا لا بالنسبه لي زين بس يمكن بعض العالم يمكن تقول لا 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 مضبوط مضبوط يا مرحبا هذا الشاي يقول لك لا قاعد معاود العلوم زانه زانه فهد خليك منتبه لهنا اذا اشتهى لك كذا سم نجيب انا شغل الله اسم في قطع هنا نسوي ربطون استغفر الله العظيم تدلع تقول كذا اذكر الله يا رجال والله اني صادق وشو والله اني احس في شيء داخل مهم مربوط يا اخي لازم تسوي شاعة تقول كذا سوي شعرتك والله ضروري اشعة مقطعية بشكل عام ضروري روح للمستشفى اقول يا جماعة ضروري لبسوها صفائح اي والله يا جماعه مرحبا يا ذكر ربي ابدا خلاص اجل اذنت اوديك مستشفى ابو حسن لا مالك لو وراه هذا من منيال حجزوني خلاص صادق صدق بتروح متى بعد عايز القرن زين اصبر شلون ما في العافيه بس تاكد لا كذب كلام بسيطه في شيء يتحرك اقسم بالله لو في شيء مكسور والله ما يمديك تجلس الحين لو ثاني هو يقوم يتنفس لا خلاص ايش تضلع حتى لو انكسر عادي ما تدري به ترى تبي على مترك ترى مو بعظم هو مترك ولا سواق يوديك لا بروح مترك بس بتعلم اقوى من كذا يا جالك ما تحس باللي احس به اذا جلست تجي تقوم موت يا ولد برق اسمع هي على نفس العظام اللي هنا على نفس الضلوع منا الضلوع ذي كلها هذه كذا ركبتها ضربتني هنا اظني ثقل ضربت كذا ضربني وطحت وطاحوا فوقي بعد نعم امس ما شفته في الرادار كم طلعه والله يا نقزه شو اسمه سلطان سلطان عليك دافهم عبد المجيد الصوت عالي ابو الله ما جيت الله اكبر ما جيت الله اكبر الله